نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ لا بأس؟ لا بأس. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ، لو تسمح عندي بعض الأسئلة يرحمك الله، سؤالين. هاتيها. الأول، ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الروائح هذه الطيبة سائلا مشكرا، بحيث إذا شربه المدمن للخمر والمعتاد عليها تفعل فعل الخمر فيه فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. نعم بارك الله فيك. طيب هاتي السؤال الثاني. يعني يا شيخ، هل يجوز للمرأة مثلا الأم أن تأتي من أذكار مشروعة عوضا عن جبنها الرضيع؟ مثلا إن أتت في تنبيته وثيابه تذكر اسم الله عز وجل مثلا، أو إن أتت في تطعيمه تسمي الله عز وجل، أو إن أتت في مثلا تضعه على فراشه لينام، فهي تنفت أن كما ثبت في السنة تنفت في كفيها المعوذتين قل هو الله أحد تمسحه، فهل يجوز لها مثل هذه الأفعال يعني تأتي بالأذكار عوضا عن ابنها؟ لا يجوز، هذا تنطع في الدين، ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. بارك الله فيك. ثم يا شيخ، لو تسمح عندي لعلها ان شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ احدى الاخوات رأت في المنام رأت رؤيا، رأت ان شاء الله اقص عليك الرؤيا. خيرا رأيت ان شاء الله. يا شيخ اولا، هل يثبت هذا؟ يثبت هذا يعني ان اتى احد يقص عليك الرؤيا فتقول خيرا رأيت وخيرا يكون، هذا ثابت في السنة؟ لا ليس ثابتا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. بارك الله فيك وفيك بارك. المهم، هي رأت في يعني في ذلك رأت نفسها على شرفة تطير على الطريق. أيوة. رأت على ذلك الطريق، رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفاته، ثم رأتني يرحمك الله يا شيخ، رأتني يعني واقفة أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم لي وأنا أتبسم إليه، ثم ناديتها وقلت لها انزلي انزلي معنا، فلما نزلت فسألتني إلى ما تنظرين؟ تقول تنظري إلى الذي أنظر إليه، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق، نظر في تلك الطريق، ثم مشينا معا كتف الطريق الأخت وإياي، ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه قلنا السلام عليكم، ثم رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيعني فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول، سألنا هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا نعم رأيناه، يعني دلنا معا لتلك الطريق. فالأخت هذه سألتني في منام، قالت لي من هذا الشيخ؟ فقلت لها يعني قال الله عز وجل جعلها بشرى لك يا شيخ، فقلت لها هذا الشيخ الألباني، وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ فلعلها بشرى.
الشرع إن شاء الله، أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟ انصرفوا يا اخوان. وعليكم السلام.